ذاكرك حتى في خاطري وحتى ما طيرك في الظن وحمد فتاك ارتاحت في خاطري وحتى ما طيرك في الظن وحمد نقلة في الزهر أم عندلة نقلة في الزهر أم عندلة أنت في الصحو وتصفيق يا ما أنا إن أودعت شعري سكرة كنت أنت السكب أو كنت المدى. صباح الخير لجميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كانوا عم بتابعونا يوميا. عم نطلع عليكم من أرض مدينة المعارض، عم نشهد حدث أضخم معرض بالشرق الأوسط. طبعا آلاف من الزوار عم يجوا يوميا على هذا المكان لحتى يستعرضوا ويشوفوا. يمكن ميسان كل يوم عم بيكون في أعداد متزايدة، يوم عن يوم عم بتزيد الأعداد، في أجنحة مختلفة. نحن دائما عم نحاول أنه نكون نرصد هالزوار ورأيهم بالمعرض. وصباح الخير. صباح الخير لك فرح، مثل ما قلتي يعني اجواء كثير حلوه عم تكون موجوده ضمن المعرض. بس بدي صبح على مشاهدينا صباح الخير، ان شاء الله ايامكم كلها محبه وسلام. يعني اجواء كثير حلوه عم تكون موجوده ضمن ارض مدينه المعارض بمعرض دمشق الدولي، ومشاركات عديده عم تكون موجوده مع العالم. مشاهدينا نحن ضمن فقراتنا الصباحيه عم نحاول نرصد مين الناس ومين الأشخاص يلي مشاركين ضمن المعرض. ضيوف عديدين رح يكونوا معنا، رح نتعرف عليهم، ولكن بعد هالفاصل الصغير خليكم معنا. طبعا ميسام من هذا المكان يلي عم يشهد على فعاليات كتير مهمة وأحداث مميزة. اليوم خمس صيارين مغتربين عرب وأجانب اختاروا هذا المكان معرض دمشق الدولي بدورته طبعا 61 لحتى يرسلوا رسالة للعالم كله. زميلتنا نيرمين عمار، خلونا نشوف مع بعض. تحت سقف دمشق
ممسكين بحبال مشدودة إلى مظلاتهم، شرعا 5 طيارين شراعيين أوروبيين وعرب ومغتربين أجنحتهم يلاعبون هواء دمشق ويرسلون رسالتهم من دمشق إلى كل العالم، حيث نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع جمعية نادي الطيران الشراعي السوري فعالية للطيران الشراعي مواكبة لفعاليات معرض دمشق الدولية. بدنا نعرف شغلة جديدة بس يفهموا أن سوريا العظيمة تبقى ولا تزال وتبقى بعقول كل واحد لبناني أما عربي موجود هلأ وبعدين. التحضير طبعاً كان من فترة زمنية من شهر برعاية وزارة السياحة، قدرنا يعني المعدات هي عبارة عن شراع عالم سوريا وعدة أشرعة ومحرك اسمه باروموتور، هو هلأ هذا الطيران اسمه طيران باروموتور. نشكر سوريا ونتمنى أنه نطير بالمستقبل بكل الأراضي السورية. بين حبهم لدمشق وبين شغفهم بالطيران حلقوا فوق مدينة المعارض، حملوا العلم السوري في سماء كانت وما زالت عصية أن تهزم، في بلد كانت إرادة الحياة أقوى والإيمان بالنصر أمضى. فرح، يعني محطات كتيرة عم تترافق أيامها مع أيام معرض دمشق الدولي، وضمن الفعاليات المرافقة لأيام معرض دمشق الدولي أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفل غنائي بدار الأسد للثقافة والفنون. أجواء من حفلة خلينا نتابعها سوا مع زميلتنا يارا سالم. Thank you.
أكيد ميسان، وصلنا لفقرتنا الأولى. رح نسلط الضوء على نشاط المديرية العامة للآثار والمتاحف ومشاركته بمعرض دمشق الدولي بنسخته ودورته 61. كثير من الأسئلة والاستفسارات أكيد رح يجاوبنا عنها الدكتور محمود حمود، مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين. صباح الخير دكتور. صباح الورد. وأهلا وسهلا فيك دكتور. يعني أنتم مشاركين ضمن معرض دمشق الدولي بجناح وزارة الثقافة، خلينا نعرف عن القسم الخاص بالمديرية العامة للأثار والمتاحف، بشو مشاركين لها السنة ونتعرف شوي على قسمكم؟ نشارك بعدد من اللوحات، اللوحات هي لأبنية أثرية في محافظة ريف دمشق، وأيضا للقى أثرية تم اكتشافها على يد البعثات الوطنية التي عملت في عدد من المواقع الأثرية في المحافظة. من الأبنية الأثرية على سبيل المثال هناك طبعا هي أغلبها غير معروفة، ويعني من هنا تأتي أهمية هذه المعروضات أيضا وهذا المعرض، أنها غير معروفة من قبل، وإذا كانت معروفة فهي على نطاق ضيق، بما في ذلك اللقى الأثرية. من المباني الأثرية المعروضة لدينا من بلدة عين منين، لدينا مواقع أو جبل يدعى جبل مارتقلة، فيه الكثير من المنحوتات أو الأبنية المنحوتة في الصخر والمنشآت الجميلة جدا التي تعود خاصة إلى العصر الروماني القرن الثاني ومن ثم البيزنطي، ونقبت في بعثة أثرية وطنية خلال الفترات السابقة منذ حوالي 1999 حتى بداية الحرب. وأيضا لدينا في من الروضة، الروضة في جبال الزبداني أيضا موقع الزبداني، موقع مهم جدا أيضا فيه الكثير من المنشآت المنحوتة في الصخر والجميلة والنادرة ولم يعرفها أحد على الإطلاق، يعني أول مرة تعرض هذه الأبنية الجميلة. أنت تم اكتشافها هي الأبنية؟ تم اكتشافها نتيجة بعثة المسح الأثري التي كنا نقوم شكلناها في ريف دمشق، واكتشفنا مئات المواقع الأثرية التي لم تكن معروفة، واكتشفنا هذا البناء يعني هذا الموقع المهم جدا على ذرة جبال الزبدانة باتجاه الزبداني باتجاه يعني كفير يابوس وهذه المنطقة فوق بلدة الروضة. هناك أيضا موقع جبل أسيس في البادية السورية أيضا جميل جدا، موقع يعود إلى نهاية الفترة البيزنطية والفترة الأموية الإسلامية الباكرة، هناك بركان أيضا على هذا السفح، هذا البركان هناك آثار وبقايا قصور وحمامات ومنشآت مختلفة. لدينا أيضا خانات عديدة في خان دنون على سبيل المثال، خان سعسع، خان العروس الواقع على مفرق معلولة، خان السبيل في الدماس، وكلها خانات مميزة، كل خان وكل مبنى يتميز بطريقة إنشاء بحجارة معينة، كل بناء يعود إلى فترة من الفترات التاريخية المختلفة، وهكذا الكثير من الأبنية المهمة جدا. أما اللقى الأثرية فقد جاءت أيضا من العديد من المواقع، لدينا في موقع حينة الواقع في أيضا الذي يتبع إلى يعني منطقة الحرمون على سفوح جبل الشيخ، هناك يعني اكتشفنا العديد من المدافن التي تعود إلى يعني حوالي 1800 قبل الميلاد، يعني عمرها من الآن حوالي 3800 عام. وجدنا مدفنين ومليئين باللقى الأثرية، مئات القطع الأثرية الفخارية والمعدنية، وهو موقع مهم جدا يعود إلى ما يسمى يعني الأموريين أو العموريين الذين يعني أجدادنا وأسلافنا الذين عاشوا في هذه المنطقة خلال تلك الفترة. وأيضا هناك آثار من البلدة ذاتها تعود إلى العصور الكلاسيكية إلى العصر الروماني والبيزنطي، هناك الكثير من الأواني الزجاجية، الحلي أيضا، وإضافة إلى الأواني الفخارية المختلفة. نعم. لدينا أيضا موقع آخر من دارية خلال الفترة
السابقة تم العثور على الكثير من اللقى الأثرية فيها، وأغلبها من جاءت من مدافن تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي. هناك قدمت دارية يعني كمية هائلة من الحلي، من الأواني الزجاجية والمختلفة، مدامع، صحون، أواني مختلفة. نعم. يعني دكتور ما شاء الله سوريا، نحن دائما بنقول إنه سوريا هي الوطن، دائما في حضارات لا تستطيع أن توازي الحضارة السورية. اليوم ضمن معرض دمشق الدولي، قد ايه بتشوف إنه مهم نحن نعرف العالم، الزوار سواء كانوا عرب مغتربين أو حتى أجانب، هي الحضارة السورية، وبجهود أيضا المديرية عمل الآثار والمتاحف إن كان بهي اللقاء وإن كان بالتعريف أيضا بحضارتنا. تماما، يعني أنا يمتاز هذا المعرض كما قلت أنه يعني يسلط الضوء على مواقع غير معروفة. هناك مواقع أصبحت معروفة في كل أنحاء العالم، ولكن هناك مواقع أيضا لا تقل عنها قيمة وأهمية، ليست معروفة حتى بالنسبة إلى المواطن السوري على سبيل المثال، فما بالك في الزوار والأجانب الذين يزورون بلدنا. فبالتالي من المهم جدا التعريف بهذه المواقع وهذه الحضارة وهذا التعاقب والتراكم الحضاري الواجد في كل مكان في بلادنا. أينما يممت وجهك لا تجدين إلا الآثار والتراث، وأيضا هي أيضا يعني جرعة من جرعة ثقافية لرفع الوعي بقيمة هذا التراث وهذه الآثار المهمة جدا، ليعمل الناس على يعني حمايتها وعلى رعايتها. عم بيكون دكتور عم بيكون في دليل أو حتى مرشد ممكن يعرف الناس على هي الأهمية؟ كثير من الناس يمكن بتجهل أهمية أو قيمة التاريخية حتى. ربما هناك طبعا يواكب المعرض دائما هناك أحد الأدلة أو يعني الدليل السياحي الذي يشرح عن هذه الآثار وأين وجدت، وأيضا هناك يعني كتبت بعض نعم يعني المعلومات تحت كل لوحة، ويعني أيضا كما قلت هي عبارة عن يعني تسليط ضوء يستطيع إن أراد يعني أن يحصل على المزيد، وهذه عينة ونماذج بسيطة مما اكتشفناه خلال المرحلة السابقة ومما أيضا رممناه وعملناه في ريف دمشق. دكتور يعني دائما نحن عم نشوف أنه في عمل من للمديرية العامة للآثار والمتاحف بإعادة تأهيل المتاحف حاليا عم نشوف، وخصيصا افتتاح بعض المتاحف اللي كانت قد سكرت بفترة الحرب بفترة من الفترات، وهلأ عم نرجع نشوف أنه عم ترجع الآثار تنحط بأماكنها، عم يرجع تنفتح أبواب المتاحف لحتى الناس تجي وتتعرف على الحضارة. هاي الشيء كتير له أهمية، لكن وجودكم بمعرض دمشق الدولي قديش يمكن بيخليكم توصلوا لشريحة من الناس يلي ممكن ما تخطر عبالة تروح على المتحف لحتى تتعرف على هاي الآثار وتتعرف على الشغلات الجديدة يلي تم اكتشافها؟ يعني طبعا هي فرصة لكل زائر للمعرض يعني أن يطلع على ثقافة بلده وعلى آثار بلده وتراث بلده، وأيضا ربما هذه الزيارة تحفزه إلى زيارة المتاحف حيث يمكن أن يجد الكثير من الصفحات الخالدة لأمجاد هذا الشعب واختراعاته واكتشافاته. فبالتالي يعني هي ضمن فترة المعرض مناسبة ليتعرف المواطن والزائر على ثقافة هذا البلد وعلى عظمة هذا البلد وما قدمه من إنجازات للحضارة الإنسانية كلها. وأيضا كما قلت هي أهم شيء يعني المساهمة ب يعني تعريف الناس بهذه الجمالية ورفع الزائقة الفنية عند أي مواطن يمكن أن يزور هذه يعني هذا الجناح ويشاهد هذه المعطيات الأثرية الموجودة. يعني تحفيز كثير حلو وفرح يكون لنا. أكيد دكتور، بالنسبة للأنشطة لمديرية العمل الأثر والمتاحف، خلينا نحكي عن الأنشطة الأخيرة، على شو تم التركيز بشكل خاص؟ كمان شفنا يمكن دعم كثير كبير للشباب بهذا الخصوص، الشباب عم يشتغلوا يمكن بإعادة الترميم، بالتنقيب عن الأثار، كان في جهود كثير كبيرة بالفترة الأخيرة.
طبعا افتتحنا المتحف الوطني بعد اغلاق دام حوالي اكثر من 7 سنوات، ويعني انا فوجئت الكم الهائل من الزوار من رواد المتحف يوميا، هناك ما لا يقل عن 1000 زائر يوميا، وهذا يعني كان يحصل سابقا ولكن من الزوار الأجانب، الآن من الزوار المحليين هناك ما لا يقل عن 1000 زائر، هذا يعني إن دل يدل على عطش الناس وتوق الناس إلى الثقافة وإلى الآثار وأيضا إلى معرفة تراث بلدهم الذي تعرض إلى الكثير من الأذى والظلم والحيف وقع عليه خلال هذه الحرب التي شنت على بلدنا ومن قبل عصابات الإرهاب. فتحنا متحف طب والعلوم، متحف طرطوس أيضا، هناك قريبا جدا الشهر القادم إن شاء الله سيتم افتتاح متحف حلب، وسيترافق ذلك مع ندوة دولية دعونا إليها الكثير من علماء الآثار من كل أنحاء العالم، من أولئك الذين كانوا يعملون في بلدنا قبل الأزمة. كل ذلك في يعني سبيل أيضا يعني مساهمة ورسالة عن عودة السلام والأمن إلى ربوع بلدنا في كل مكان، ومواكبة لانتصارات جيشنا الباسل على كل الجبهات وفي كل الميادين. ذكرت حضرتك دكتور المتحف الوطني بدمشق وعن مدى الإقبال لجاية الناس دائما عليه، هي الذكرى، هي السنة هي ذكرى التأسيس فينا نقول له، خبرنا شو عم تحضروا شيء خاص فيها؟ نعم، الآن نعيش يعني فترة مرور 100 عام على إنشاء وتأسيس المتحف الوطني بدمشق. طبعا أقمنا سابقا ندوة، والآن نعمل على تنظيم ندوة عن هذه في هذه المناسبة، يتم فيها يعني الحديث عن أهمية المتاحف ووضع وواقع المتاحف الأثرية السورية والآثار في سوريا بشكل عام. إن شاء الله بالقريب العاجل سنعلن عن يعني موعد هذه الأنشطة الثقافية التي تتعلق في تأسيس ومرور 100 عام على تأسيس المتحف الوطني. كما تعلمون المتحف الوطني بدمشق هو خلية نحل، هناك ورشات ترميم للأثار التدمرية، المنحوتات التدمرية التي كسرها وحطمها الإرهابيون في متحف تدمر، تم نقلها إلى المتحف الوطني بدمشق، وهناك أعمال ترميم متواصلة فيها. طبعا هناك أعمال توثيق للقطع الأثرية الموجودة في المستودعات والمكتشفة على أيدي البعثات الأثرية المختلفة، وكما شاهدتم والتقيتم الكثير من يعني المتطوعين طلاب الآثار وخريجي الآثار الذين يرفدون يعني مساعدتهم وبعطائهم في سبيل الحفاظ على هذا التراث الوطني. فرصة كمان لألهم يعني لأنه يكونوا موجودين بهالمكان يلي مليء بهالحضارة السورية لا منتهية واللي دائما فيها اكتشافات، دائما نتعرف على حضارات كثير مهمة. دكتور محمود يعني شكرا لوجودك معنا لليوم، ومنتمنى لكم أنه يكون في إقبال لجاية الناس على قسم المديرية العامة للآثار والمتاحف ضمن معرض دمشق الدولي. شكرا كثير لك. العفو العفو العفو. شكرا لك دكتور مرة ثانية، وبهي المناسبة الذكرى المئوية بنتمنى عام عن عام يكون في اكتشافات أكثر نقدر نحافظ على آثارنا بشكل أكبر. شكرا لك دكتور. إن شاء الله. أما هلا فرح يعني اليوم بالدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، وخلال أيامه الخمس الماضية شهدت على الكم من الأحداث الاقتصادية إضافة للأنشطة الاستثنائية يلي شهدتها أرض مدينة المعارض. أبرز ما تميزت به الدورة الحالية مع زميلتنا هزال عبود. على أرض مدينة المعارض شرعت الأبواب أمام مشاركة أكثر من 38 دولة ارتفعت أعلامها في مشهد يؤكد أن دمشق ستبقى قبلة لزوارها من الدول العربية والأجنبية، وبوجود هام للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال. أبا
أبرز ما يميز الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي أنها تشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض منذ عام 1954، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 38 دولة عربية وأجنبية، كما بلغت المساحات المحجوزة هذا العام 100,000 متر مربع، وهي المساحة الأكبر في تاريخ المعرض. المشهد الشعبي لزوار المعرض لم يكن أقل أهمية، حيث استقطب المعرض أعداداً متزايدة من زواره ومرتادي أنشطته، وصل عددهم في يومه الثالث إلى أكثر من 205,000 زائر وفقاً لإدارة معرض دمشق الدولي، وفي يومه الرابع تجاوز 132,000 زائر ممن تشبعت ذاكرتهم بصور مختلفة للنشاط العائلي السنوي الذي استطاع المعرض نسجه على مر العقود الماضية. الدورة 61 لهذا العام شهدت حراكاً اقتصادياً تمثل بتوقيع اتفاقيات تجارية لتنشيط حركة التصدير الذي تم ما بين جمهورية القرم الروسية، إضافة إلى المباحثات في فرص الاستثمار من قبل جهات مختلفة كالإمارات العربية المتحدة وباكستان وغيرها. كما شهدت أرض مدينة المعارض أنشطة استثنائية هذا العام، أهمها الطيران الشراعي عبر مجموعة من الطيارين السوريين، إضافة إلى جنسيات أوروبية وعربية، في عرض نظمته وزارة السياحة، مجسدين رسالة المعرض من دمشق إلى العالم، لتكون دمشق هذا العام تحتضن العالم على أرضها. طبعا ميسان، بنبقى بالأجواء الثقافية المستمرة بكافة المحافظات السورية وتزامنا مع أيام المعرض وضمن مشروع لأجلهم الذي تقيمه هيئة معرف رام السورياني للبطريركية للتنمية مع منظمة اليونيسف، أقيم في دير الزور الملتقى الثقافي للأطفال بعنوان ومضات ثقافية. تفاصيل أوفى مع مراسلنا إبراهيم الضلي. ضمن مشروع لأجلهم الذي تقيمه هيئة مار أفرام السورياني البطريركية للتنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أقيم في دير الزور الملتقى الثقافي للأطفال بعنوان ومضات ثقافية، الذي تضمن فقرات فنية مسرحية وغنائية قدمها الأطفال، تحدثت عن التفوق، الصحة وألعاب الأطفال بين الماضي والألعاب الإلكترونية، وفقرات غناء من التراث الفراتي، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ المسرح في دير الزور. قائمين على شيء اسمه ملتقى ثقافي بعنوان ومضات ثقافية. طبعا هذا تحت العنوان الثقافي يتضمن أربع محاور، ألا وهي أنه تاريخ مسرح دير الزور اللي نحن حبينا نتغنى ونحكي فيه ضمن محافظتنا، اللي بصراحة صار منسي للأسف خلال وضع الأزمة والشيء اللي صار خلال الحرب. وايضا نحن حكينا على شيء اسمه انه الاثار السلبيه واضرارها بما يخص الالعاب الالكترونيه على الطفل، كونه مشروعنا هو يخص الطفل يعني بشكل عام وبشكل خاص. اما بالنسبه للمحور الثالث فهو كان شيء اسمه قفزه فكريه، وفي شيء اسمه شبابيك ثقافيه.
كان ملتقى جدا رائع وحلو. احنا من خلال مشروع لاجلهم اللي صار له يعمل مدينة دير الزور حوالي سنه ونص، نستهدف الاطفال من سن 3 سنين لسن 17 سنه. حاولنا نركز بهذا الملتقى او بهذا المهرجان اليوم على الناحيه الثقافيه، نتيجه انه احنا شفنا الموضوع الثقافي عند الاطفال تراجع وصاروا يركزون على الالعاب الالكترونيه ويركزون على الامور والمسليات الاخرى، فحاولنا نركز على الامور الثقافيه ونسترجع الايام الثقافيه اللي هي الشعر او القصه القصيره او المسرح. طبعا نوهنا عن تاريخ المسرح مدينة دير الزور بالإضافة إلى الشعر الشعبي مدينة دير الزور، قدم هذه الفقرات طبعا كافتها أطفال. شاركتوا بالشعر الشعبي وإحنا أطفال دير الزور لازم نحافظ على تراثنا تراث دير الزور. قصة القصيدة نكتبها لازم نكون معتمدين على المكان والزمان. بس روح المحبة والتمسك بالأرض والوطن والحفاظ على التراث في نفوس أطفال دير الزور وتنمية مواهبهم وقدراتهم هو الهدف والعنوان الأساسي الذي ينبغي الحرص عليه بكل أساليب التعليم للأطفال، فهم رجال الغد المشرق لسوريا التي انتصرت على الإرهاب. محطتنا التالية فرح رح نسلط فيها الضوء على مساحة مميزة يضم معرض دمشق الدولي ومشاركة للمرة الأولى بالدورة 61 لحاضنة الدمر الحرفية، وللمزيد حول هاي المشاركة وأثرها وتفاعل الناس معها بسنة أن نرحب بمشرف أجنحة الحاضنة المركزية للحرف التراثية الفنان التشكيلي عدنان تنبكجي. يسعد صباحك. صباح وأيضا خير. معنا الحرفية أريج علي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. يعني نبلش من عندك أستاذ عدنان، خبرنا بالأول عن مشاركتكم بالمعرض، شو هي الأقسام يلي عم تتضمنها؟ الحقيقة لحنا أول شيء كل عام أنتم بخير بالمعرض الدورة 61، وتحية لكل اللي عم يسمعونا ويشاهدونا عبر شاشتكم الكريمة، شاشتكم على طول ما شاء الله متابعتنا. موضوع الحاضنة التراثية لحنا لأول مرة منشارك عبر جائزة الإبداع اللي أخذها صديقنا لؤي شكو من وجهه التحية. هاي الحاضنة التراثية هي مشاركة بثلاث أجنحة بمعرض الباسل المهرجان الباسل للإبداع والاختراع، وأيضا بهيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات المحلية، كمان عنا قسم التابع لوزارة الاقتصاد هذا المبنى العظيم، وفي عنا بالصناعات الحرفية اليدوية كمان عنا ثلاث أقسام. هدول ثلاث أقسام كلهم من كبار شيوخ الكار المميزين عندهم امتيازات دولية وحتى علمية، يعني اللي احنا عم نلاحظ أنه هلأ أنه شيوخ الكار كمان عم يفوتوا بالمجال العلمي، هذا شيء رائع ونحن بنرفع راسنا فيهم، وكل الشكر كمان للقيادة المركزية حزب الباسل العربي الاشتراكي والاتحاد العام للحرفيين واتحاد دمشق اللي عم يعطونا الدعم الأكبر. عم نلاحظ انه هاي الحرفيين وشيوخ الكار يعني عم يصير ترابط قوي، ونحن كثير مسرورين لهذا الموضوع انه ترابط بين الاتحاد العام للحرفيين وشيوخ الكار اللي هن كمان يعني بصراحة بيبيضوا الوش بكل معارضهم بالمحافل الدولية، عم نجيب امتيازات دولية وحتى كمان بمعرض دمشق الدولي اللي هو أرضنا، ولحنا إن الشرف إنه نكون عنا امتيازات كمان محلية. يعني شيوخ الكار كانوا مشاركين كمان أيضا بالمعرض دمشق الدولي السابق وكان لهم نجاحهم، وأيضا مثل ما قلت خارج القطر عم يشاركوا. بدنا نتعرف شوي على الأقسام والأجنحة اللي عم تضمها الحاضنة المركزية وخصوصا الحرفية. لحنا أول شيء الحاضنة عم تحتوي على شيوخ الكار المبدعين والحرفيين كمان مستقطبون بكل الحرف اليدوية، يعني عنا ما يقارب 30 حرفة يدوية من شيء من لتنزيل الصدف، وفي عنا موضوع الموزايك، وفي عنا طرق النحاس وتفريغ النحاس وضغط النحاس وسكب النحاس وتشكيل المعادن، حتى فنون الحجر. فنون الحجر عنا فنانين كتير كتير رائعين وكمان حققوا النجومية. مجالات الموسيقى كمان، مجالات الموسيقى احنا كمان عنا الشباب اللي بالحاضنة التراثية، طبعا احنا في عنا العنصر النسائي موجود منشان ننوه على انه مو بس هاي المكان بس فقط للشباب، وانما العنصر النسائي لحنا منكبر فيهن ولازم التشاركية تكون. فنون عديدة يعني كل شيء عنا حرف، حتى بنوجه تحية لصديقنا خلدون المسوتي اللي حط لوحة بصراحة عم يجوا وبيعملوا محطة إعجاب بموضوع مهرجان الباسل بالفسيفساء.
صديقنا احمد عداس وعمر حمودي فؤاد فراس السلكه كمان كان يعني اذا بدنا نحكي عنهم بدون حلقات وحلقات مطوله. بالحاضنه التراثيه هذا عم نحكي بالمعرض، بالحاضنه التراثيه عندنا دور المزادات، في عنا مركز تجاري هلا ان شاء الله انتهى بحاضنه التراثيه لتصريف المنتجات الحرفيه، هذا اللي احنا مفهوم احنا خاطئ كانوا يعرفوا انه مركز مول وانما هو مكان مخصص لتسويق المنتجات الحرفيه دوليا ومحليا. في عنا كمان مركز ثقافي، ورشات عمل لكل حرفه، في ورشه عمل ومكان لعرض، وفي عنا أكاديمية الأسد لتعليم الحرفي، أكاديمية الأسد، وفي مكان للمهرجانات والمحافل الدولية حاضنة كتير رائعة. يعطيكم ألف عافية. كمان عنا شيء كتير مميز اليوم ميسان، عم نشوف هاي اللوحات الصغيرة من قطع يمكن من الصابون أريج، يعني شو هالفن الحلو. أول شيء يعطيك ألف عافية. شكرا كتير، ميرسي على الاستضافة. تاني شيء بدنا نعرف من حضرتك عن مشاركتك بالمعرض، تحكي لنا شوي عن هي القطع المميزة. أوكي. أنا أول مرة بشارك بمعرض دمشق الدولي، وهي فرصة كتير رائعة أتيحت لي عن طريق اتحاد الحرفيين والأستاذ عصام الزيبق، بتشكره أنه أعطاني هاي الفرصة. أنا من زمان لأني كنت أتبع نظام غذائي كتير صحي، فقلت ما بدي أستخدم شيء صناعي كيميائي مضر، فقررت أني أنتج لحالي صوابين طبيعية من زيت الزيتون وهدول القصص. لما حسيت حالي عم أبدع فيهم بالتركيبات وكل هدول القصص الأعشاب، كل شيء صحي وطبيعي، قلت خلص رح اتخذها يعني مهنة وحرفة ورح فوت بهذا المجال. وألف الحمد لله صار لي من سنة بشتغل بهذا المجال، وهلأ فتت على معرض دمشق الدولي وعم أقدم هذا الشغل. نحن عنا بسوريا أغنى أنواع الزيوت اللي هو زيت الزيتون، لازم نوصله للعالم كله، يعني أنه عن طريق هيك صابون أشكال حلوة، مو بس أشكال يعني عادية وتقليدية، حتى أشكالهم أريج كتير حلوة كتير. شكراً. شكراً يعني كتير. عم نشوف هاي يعني هي صورة طفل، فهي كتير لطيفة يعني كصابونة مثل ما قالت. كانت عم تقلك ميسان أنا يمكن حرام نحن نستخدمها هي مو إنه لطيفة. هلأ هي طبية 100%، يعني فيها حليب الماعز وفيها زيت الزيتون وفيها كركم، يعني كل شيء طبيعي 100%، آمن حتى إنه يتحمى فيه الطفل الصغير. حتى أنا هدول بستخدمهم يعني كمزيل ميك اب، بديل لمزيل المكياج الصناعي. كل شيء هون طبيعي 100% من الزيوت الطبيعية والإضافات الطبيعية مثل الفحم النشط الطبي اللي بيعمل ديتوكس للبشرة. هي شيء كأنه تمام. أيوة. خلينا نشوفها. وبزيت شجرة الشاي الأخضر وبزيت الحبق الطبي البازل، ويعني 100% بتعالج حبوب الشباب وبتعمل ديتوكس للبشرة من آثار الميك اب وكل شيء، معادن ثقيلة بالجو. يعني تفاصيل كتير صغيرة تمام. بس كتير مهمة، وهي كلها سورية. يعني انت عم أكيد. تحكي على طبعًا. أعشاب وزيوت كلها طبعًا. موجودة طبعاً بالشام أو بسوريا صح. بشكل عام هذا الشيء قديش بيساهم بالحفاظ على كمان أهمية الحفاظ على النبات السوري، على الزيت طبعًا. السوري طبعًا. وبمنتجاتنا اللي ممكن أنه هي تكون فرصة لحتى نصدرها فيما بعد للعالم. أكيد. طبعا اساسا بلشت انا تصدير للدول العربيه، يعني كله هذا من تراثنا السوري. زيت الغار بسوريا مشهور قديش كل دول العالم بترغب له، زيت الغار الحلبي والسوري، يعني شيء احسن شيء لتنظيف جلده الراس والجسم هو زيت الغار، ومشهوره سوريا فيه ألف الحمد لله. متواجد عنا باسعار زهيده، بينما بيوصل يعني لعشرات الالاف برات البلد. عنا بسوريا متوافر يعني وبكسره بين المزارعين. بشوف العالم او حتى الصبايا تحديدا حبوا الفكره قديش هي منتجات طبيعيه كثير. ألف الحمد لله. الاهتمام كان بشكل انا اساسا صوتي رايح هلا من قد الحمد لله ما في اقبال هائل على المنتجات تبعي، واسئله كثيره من العالم كثيره وفي كثير ازدحام واقبال. ألف الحمد لله، يعني كل العالم اول شيء عم تشوف الشكل الحلو والكواليتي العالية، يعني جودة عالية. أساسا من بعد ما أعجبوا إجت لجنة من حاضنة دمر الثقافية، أعجبت بالشغل تبعي وعطوني فرصة أن يكون بين كبار شيوخ الكار بحاضنة دمر وأخذ معهم فرصة كتير حلوة. الرسم هو شغلك كمان؟ أي تمام. هلأ هنون قوالب سيليكون أنا انتقيتهم كرمال أنه أجزوا بعضهم من الصبايا، مشان تكون موجودين بالمعرض. كتير فعلا حلوين ومميزين. أستاذ عدنان، يعني اليوم وقت بيكون في فرص جديدة لشباب وصبايا أنه هن يشاركوا ضمن أفكار إبداع
ابداعيه وخلاقه وكلها ضمن تقريبا الحضاره السوريه، ضمن فينا تفاصيل سوريه، يعني ما بنكون عم نطلع خارج الاطار السوري، ان كان من الزيت السوري، ان كان من النبات السوري، ورده سوريه، قديش هي مهمه. اكيد، ومهرجان الباسل يعني هذا حضرتك اللي عم تحكي انه احنا عنا الابداع، يعني احنا كمان بجناحنا بجناح حاضنه تراثيه جانا من المؤتمر الدولي، يعني او ما بعرف شو صفته الرسميه بس هو من جنيف، كمان اعجب يعني انبهر، قعد عنا تقريبا اكثر من 15 دقيقه بجناحنا، وهو قال انا ان شاء الله بدي ادعيكم على جنيف. هذا شيء بيرفع الراس على انه احنا سوريا حاضره، يعني بتعرفي سوريا هي ام الحضارات وهذا مش جديد علينا، يعني وخاصه التواجد الحرفي عم يكون بوين ما رحتي عم تلاقي ابداع حرفي موجود. واحنا بدنا نحب ننوه كمان، يعني احنا كمان قبل هلا حكينا انه على الموضوع كل واحد من الاهالي من وجه لهم تحيه غالي عليهم ابنهم او بنتهم، انه بس بدهم يا طبيب 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 طبيب. البلد بحاجه كل شيء، بحاجه الحرفي، بحاجه الفنان، بحاجه الطبيب، بحاجه المهندس. الحاضنه الحرفيه تصوري في عنا مهندسين، يعني مهندس ما انه ترك حرفته او مهنته واجى لعنا، لا، وانما في يعني في جذب كثير حلو على موضوع الحاضنه التراثيه، في تكامل بعدين، في تكامل. رئيس الاتحاد العام ورئيس الاتحاد دمشق استاذ ناجي واستاذ عصام جولات ما عم توقف بصراحه، نحن تعبنا عنهم من كثر ما عم يرفعوا المعنويات وبيزوروا بكل مكان، وبتلاقي الصور عم يعني في عنا اصدقاء برات سوريا كثير يعني تشوقوا على انه يكونوا حاضرين هذا العرس الجماهيري الكبير الرائع. انا متوقع انه يتجاوزوا 3 مليون بهالعشر ايام، تنظيم يعني رائع. يعني كمان استاذ عدنان من خلال يمكن مقابلاتنا الدائمه لشيوخ الكار، نعم، كان في يمكن اصوات انه حابين يكون في يمكن اهتمام اكبر، حابين شيوخ الكار يمكن يعلموا هي الحرفه والمهنه يمكن لابنائهم لشباب ثانيين. قد ايه بتشوف يمكن معرض دمشق عرف شوي الشباب اكثر على شيوخ الكار وعلى يمكن المهن قديش هي مميزه وحلوه وبتفيدهم البلد بنفس الوقت؟ لهذا الموضوع اللي احنا عنا الحاضنة موجود أكاديمية الأسد للتعليم الحرفي، هذا المكان مفتوح لكل الناس، لعامة الشعب، مصابي الحرب، أبناء الشهداء، اللي فاتوا القطار بموضوع التعليم، ما يقول أنا كبير أنا متقاعد، احنا في له مكان عنا، ربما نستفاد من إبداعه. أحيانا بتجي الفكرة من طفل، هذا الطفل عنده فكرة، أنا كشيخ كار وخبرة عمل فرضا فوق 30 سنة ما عندي إياها، وين المشكلة؟ أنا باخده منه بنميله إياها، بنحطه بالمكان المخصص. وكمان في مشروع اقتصادي بهذا الموضوع، يعني احنا كلياتنا أكيد في مصدر عيش، وقت بيجي هذا الطفل أو عنده إعاقة بإيده أو صبية تكون حابة أنه تنطلق بموضوع المجال الحرفي، تصور اليوم الصبايا عم يتركوا موضوع النحاس، ما له عيب، وشفناهم كتير بأكثر من حضنات طبعا. أنتم صورتوا يعني ما شاء الله عليكم، أنتم على طول نحن التحية للطاقم يعني الإخبارية على طول أنتم مواكبيننا، وصوتنا بصراحة لكم دور كبير بتوصيل الصوت أو الرسالة الحقيقية للحرفي السوري عن طريقكم. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ولكل الحرفيين السوريين دائما المزيد من التألق والنجاح، ولكل الشباب والصبايا يعني عن جد شكرا كتير لإلك وللإبداعية اللي مقدمتيه من خلال مشاركتك بمعرض دمشق الدولي. شكرا كثير لكم لتواجدكم، شكرا لك استاذ عدنان، شكرا اريج، اتمنى لك كل التوفيق، بدي لك شكرا على هي القطع انه عزبتي حالك وجبتيهم اليوم قدرنا نعرضهم على الشاشه، وفعلا يعني حسنوا لنا حتى نفسيتنا، صحيح، روائحهم كثير طيبه كنا عم نشمها، يعني شكرا كثير. وهلا ميسان، اما هلا فرح رح ننتقل للادقيه، يعني ما رح نبعد كثير عن الابداع، رح نحكي بهدف تنميه المواهب الشابه والصغيره. اقام مركز الفنون التشكيلية باللاذقية معرض للفنون التشكيلية لفئة الأطفال والناشئين، تفاصيل مع مراسلتنا علا ناصر. أقام مركز الفنون التشكيلية في اللاذقية معرضاً للفنون التشكيلية لفئة الأطفال والناشئين بهدف تنمية المواهب الشابة والصغيرة. المعرض هو نتاج 3 أشهر شاركوا فيها الأطفال خلال هالفترة بعدة رسومات بقلم الرصاص أو المائي أو الزيتي أو في منه اشتغلوا بالفحم، بالإضافة لمادة النحت عم نشوف هلأ المنحوتات الكتيرة اللي شاركوا فيها الطلاب. أيضا عنا مادة الخط العربي كمان شارك فيها عدد منيح من الطلاب، والمعرض هو ثمرة جهود 3 أشهر
للأطفال. كانت فترة رائعة حلوة. هذه التظاهرة هي تظاهرة تقليدية، بكل عام إن شاء الله نقوم بهذه التظاهرة، وهي اسمها الدورة الصيفية لتعليم الرسم والنحت والخط العربي. يعني في هذا العام كانت إضافة جديدة هي الخط العربي، وهذه التجربة هي الهدف منها نقل الطالب من مرحلة طفولية إلى مرحلة اليفاع، أو بالتالي إلى مرحلة الكبار. هلا نحن أول شيء لما استقبلنا الأطفال كان أعمار صغيرة، وفي بعض النفور من الأعمال، يعني ما بيعرفوا يطالعوا الشيء اللي جواتهم يعبروا عنه. فلما أجيت أن أنا عم درسهم مادة النحت، أول شيء بلشت فيه عن الأشكال الهندسية ليتعلموا السطوح المستوية والتوازن بالكتلة والأحجام. بعدين صرت انتقل لأفكار تانية، أنه الواحد يعبر عن الأفكار اللي عنده بأعمال أنه هو يخلقها لحاله، يبدعها من عنده. الأطفال والناشئون المشاركون بالمعرض قدموا رسومات بقلم الرصاص والألوان الزيتية والفحم والنحت، بالإضافة للخط العربي. أنا شاركت بمعرض المركز الثقافي لأنه كنت أنا عندي هواية بالرسم، وجيت لحتى اتدرب على الرسم واتعلم زيادة. جيت أنا لهون وتعلمت كتير شغلات حلوة. أنا شاركت بمركز الثقافي فنون تشكيلي مشان اتعلم الرسم، وأنا هواية الرسم وتعلمت زيادة، وهلا شاركت بهالمعرض وفي مسابقة بدي شارك فيها. أنا كتير بحب الرسم، لهيك شاركت بمعرض الفنون التشكيلي. جيت على المركز الثقافي مشان اتعلم الرسم، علمتني الأنسة غيداء، وبشكر كل الأساتذة والأنسات، وإني هلا صرت اتعلم الرسم منيح، وهلا شاركنا بالمعرض. جيت على المركز الثقافي وتعلمت الرسم. المعرض تضمن أعمال الأطفال لمدة 3 أشهر الصيف خلال ناد صيفي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وإفراغ طاقاتهم وتطويرها واستثمارها بالمكان الصحيح، بعيدا عن عالم الإنترنت والعالم الافتراضي. طبعا ميسان رح نبقى بأجواء المعرض، واليوم رح نحكي عن الهيئة العامة السورية للكتاب اللي هو العنوان، وأثبت مشاركته بالدورة 61 لمعرض دمشق الدولي من دمشق، ومن أقدم عاصمة مأهولة من سوريا التي أحدت الأبجدية إلى العالم. عم تكون مشاركة الكتاب حاضرة وفاعلة بأقسام الهيئة التابع لجناح وزارة الثقافة، لنتعرف أكيد بشكل موسع على على هالمشاركة. بصيرنا أكيد نستضيف سلام فاضل، المسؤولة الإعلامية بالهيئة العامة السورية للكتاب. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا أهلا. يسعد صباحك سلام. يسعد صباحك. يعني في كان مشاركة لكم ضمن جناح وزارة الثقافة، خلينا نتعرف على مشاركة الهيئة. طبعا الهيئة العامة السورية للكتاب عم تشارك من خلال معرض دمشق الدولي بدورته 61 عبر جناح وزارة الثقافة، بمعرض بيضم ما يقارب 500 عنوان من مجمل إصداراتها اللي صدرت بالسنوات الماضية. طبعا هاي العناوين بتشمل شتى صنوف المعرفة مثل الرواية، الآداب بشكل عام، يعني السينما، المسرح. طبعا بنادر بالإضافة لهذا الشيء في عنا كتب الأطفال وقصص الأطفال والسلاسل اللي خاصة فيهم، والسلاسل اللي صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب مثل سلسلة قضايا لغوية، في عنا سلسلة أعلام ومبدعون، وبالإضافة لهذا الشيء طبعا في عنا الدوريات مثل الحياة المسرحية، الحياة السينمائية التشكيلية، في عنا المعرفة، مجلة المعرفة، مجلة أسامة، مجلة شامة. طبعا كله هاد بيتضمنه معرض الهيئة العامة السورية للكتاب اللي موجود بجناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي بدورته 61. نعم، خبرينا سلام كيف عم بيكون الإقبال، الزوار عم بتشوف في فعلا في اهتمام حقيقي بالكتاب بهي المنشورات أو كيف؟ طبعا هلا مثل ما انا من خلال طبعا حضوري بالجناح وهذا المعرض عم نشوف اقبال كثير حلو للقراء بشكل عام والجمهور كمان لحتى يطلع على هي الاصدارات. طبعا انا ونسيت خبركم بخصوص هذا الشيء، انه بمعرض الكتاب اللي موجود بجناح وزاره الثقافه ضمن معرض دمشق الدولي تم التركيز هذا العام على المشروع الوطني
للترجمة وكل الروايات والإصدارات الصادرة عن هذا المشروع، طبعا بالإضافة لسلسلة الكتاب الناطق اللي صدرت قبل ما يقارب العامين. وطبعا هي سلسلة الكتاب الناطق بتختص تحديدا بتسجيل الكتب والروايات وأحيانا قصص الأطفال على أقراص ليزرية اللي هي سي دي بأصوات جميلة ومهمة، من أجل إيصال القراءة لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق السمع. طبعا كل هاي الإصدارات اللي موجودة مثل ما خبرتكم بالمعرض عم يكون في إقبال كتير حلو عليها للإطلاع على أبرز ما أصدرته وأنتجته وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب من كتب ودوريات وسلاسل. قديش اليوم هي المشاركة مهمة للهيئة العامة بشكل عام ضمن معرض بهالضخامة، ضمن معرض اقتصادي ثقافي اجتماعي فينا نحكي عنه بكل تفاصيله، وقت بنشوف مشاركة للهيئة العامة السورية والكتاب ضمن هالمعرض الضخم يلي فيه مشاركات هائلة، قديش فرصة مهمة للهيئة؟ طبعا هلا معرض دمشق الدولي هو من المعارض الاقتصاديه الكبيره بالشرق الاوسط، وطبعا مشاركه وزاره الثقافه والهيئه العامه السوريه للكتاب بمعرض له باع طويل بميدان المعارض العربيه والمحليه، هو كثير خطوه حلوه ومميزه لانه معرض دمشق الدولي هو من المعارض اللي توارثت مثل ما بيقولوا الاجيال التعرف عليه وزيارته كونه واحد من أهم المعارض اللي مثل ما بيقولوا إلى باع طويل بالميدان وبيجذب العالم، يعني هو حالة تفاعلية كبيرة بين إجمالا الشركات الاقتصادية أو شركات بغض النظر إذا كانت منتجات بغض النظر شو المنتجات اللي هي بتختص فيها، بس هي بيخلق حالة من حالات التفاعل بين هذا الزائر وبين هيدي الشركة. وطبعا مثل ما خبرتك يعني ضافة لحالته الثقافية اللي كتير مهمة، هو حالة تفاعلية تماما حالية. وطبعا نحن هلأ بدورته 61، يعني هو معرض له باع طويل، يعني 61 عام لمعرض، فهو معرض فرصة مهمة يعني. وفرصة مهمة لأي شركة بتشارك فيه. طبعا وإجت مشاركة الهيئة العامة السورية للكتاب بهذا المعرض نقطة إيجابية من أجل أنه جميع الزائرين اللي عم يزوروا المعرض يفوتوا على جناح وزارة الثقافة ويطلعوا على آخر إصدارات الهيئة فيما يخص نشر الكتب بشكل عام. يعني نعم، يعني ما شاء الله انتم ما بتهدوا، دائما في أنشطة، دائما في حياة وحركة، إن كان بمعرض دمشق وإن كان من تحضيراتكم الموجودة حاليا لأيضا معرض الكتاب بدورته 31 بمكتبة الأستاذ. خبرينا شوي. طبعا هلأ عم تجري التحضيرات على قدم وساق من أجل افتتاح معرض مكتبة الأسد بدورته طبعا 31 مثل ما تفضلتي وقلتي، واللي هو هاي العام تحت عنوان الكتاب بناء للعقل. طبعا سيتم افتتاحه ب 12 أيلول وسيستمر حتى 22 أيلول برعاية السيد الرئيس بشار الأسد. طبعا الهيئة العامة السورية للكتاب عم تعمل على تجهيز التحضيرات بخصوص هذا المعرض. سنشارك هذا العام بمعرض مكتبة الأسد بما يقارب بما يزيد عن 1500 عنوان، طبعا بالإضافة لتزويد الجناح يوميا بآخر الإصدارات اللي بتصدر يوميا. ومثل ما خبرتك طبعا حيكون هذا الجناح بيتضمن بالإضافة لآخر الإصدارات من الكتب الأدبية والفنية والثقافية والعلمية والمسرحية، سيتضمن مثل ما قلت لك الدوريات اللي بتصدر عن وزارة الثقافة، وبيتضمن طبعا بالإضافة لهالشيء السلاسل وسلسلة الكتاب الناطق اللي حكينا عنها قبل بشوي، وكتب الأطفال طبعا. هدول كلهم ضمن جناح الهيئة العامة بمعرض الكتاب. بمعرض الكتاب اليوم خلينا نحكي شوي عن عمل الهيئة العامة السورية للكتاب. إصدارات عديدة عم تكون بشكل يومي، إصدارات جديدة، حكيتي لنا عن مشروع الترجمة، خلينا نتعرف عليه شوي أكثر، بجوز في ناس يمكن ما كتير بتعرف عنه، لهذا المشروع ولشو بيهدف؟
طبعا المشروع الوطني للترجمة هو مشروع أطلق قبل ما يقارب 3 سنين، والهدف منه هو التشجيع على الترجمة. تشجيع على الترجمة، هلا نحن الكل نعرف أنه الترجمة هي نوع أو هي باب من الأبواب التي يستطيع من خلالها أي إنسان أن يطلع على ثقافات وحضارات العوالم الأخرى، طبعا من خلال ترجمة الكتب. المشروع الوطني للترجمة بيهدف إلى ترجمة الكتب، وبيهدف للتشجيع على الترجمة وتشجيع المترجمين العرب والسوريين على الإقدام على هاي الترجمة، وكمان للعمل على تطويرها. طبعا كل سنة كان هذا المشروع عم بيتطور عن السنة اللي قبلها، وكان عم يتم التركيز فيه على لغات عديدة. طبعا في عنا نحن اللغات الرئيسية الأساسية مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية، وبالإضافة هي السنة نحن تحديدا أضفنا لهذه اللغات الأساسية الثلاثة مجموعة لغات أخرى مثل اللغة مثلا الفارسية، اللغة الكورية، اللغة اليابانية طبعا، والعديد من اللغات الأخرى مثل ما خبرتك، لأنه الترجمة مهمة على أي صعيد وبأي مكان، لأن كونها نافذة نستطيع من خلالها أن نطلع على عوالم العالم الآخر، ونستطيع حتى أنه نعرف هنن كيف مثلا شو وجهات نظرهم بمواضيع معينة بهذه الحياة. نعم، يعني سلام أنشطة دائما عم بتكون بالذروة، أنت ما أي فترة إن كان بالصيف إن كان بأي فصل كان عم بيكون في نشاطات وفعاليات كتير مهمة لكم. بدي أتمنى لك كل التوفيق، وبدي أقول شكرا كمان للهيئة اللي دائما عم تدعمنا بأفكار جديدة وبفعاليات جديدة. شكرا كتير لك سلام، أتمنى لكم كل التوفيق، وندعو كل العالم لحتى يشوفوا الكتاب السوري ضمن جناحكم. شكرا كتير لك. أما هلا فرح، فلازم ننتقل لموجز الأخبار مع زميلتنا بشرى زيني. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير ميسان. موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة استطاعت أن تثبت معادلة القوة في المنطقة، وأرغمت كيان الاحتلال الإسرائيلي على قواعد اشتباك أدت إلى ردعه. قاسم قال: نحن في الخط المنصور قولا وعملا، مشيرا إلى أن المقاومة تحرر وتحمي لبنان واستطاعت أن تثبت معادلة القوة في المنطقة. هذا ونشرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية فيديو لنقل جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية ثكنة أفيميم التي قام بها رجال المقاومة اللبنانية عصر الأحد. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه يعتزم لافروف بحث إجراءات إسرائيل العدائية. ظريف قال لدى وصوله موسكو: سنناقش القضايا الإقليمية بما فيها سوريا، فنحن على أعتاب اجتماع أستانا، وهناك حاجة لتنسيق المواقف والأزمة اليمنية والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي خبرنا الأخير، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى إجراء تحقيق حول المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بقصفه أحد السجون التي تضم أسرى بمحافظة ذمار، وخلفت عشرة الضحايا والمصابين، وصفا المجزرة بالمأساة. وقال جريفيث في بيان مشترك مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي: يجب أن تسود المساءلة، ما حدث في ذمار هو مأساة التكلفة البشرية لهذه الحرب التي لا تطاق، ونحن بحاجة إلى وقفها. اليمنيون يستحقون مستقبلا سلميا. نهاية الموجز، عودة إلى الزملاء في صباحنا غير من أرض مدينة المعارض. شكرا كثير لك بشرى. أما هلا مشاهدينا رجعنا لنكمل فقرات برنامجنا، وبأجواء معرض دمشق الدولي مكملين فرح. أكيد ميسان رح نبقى بهي الأجواء المميزة، النشاط والهمة اليوم على عرض المنتوجات وعلى المشاركة. اليوم تحديدا رح نحكي عن جناح وزارة الصحة، وبستدنا أكيد نستضيف مع مسؤول جناح وزارة الصحة بمعرض دمشق الدولي أحمد الأحمد. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني مشاركات عديدة عم تكون موجودة، ومن هي المشاركات جناح لوزارة الصحة. خلينا نتعرف أكثر على جناحكم، شو بيتضمن، وعن مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. تمام، نحن حبينا نكون موجودين بمعرض دمشق الدولي من عدة نشاطات موجودة حاليا بالمعرض. بتبدأ بنقطة طبية وعيادة متنقلة، وثمان سيارات إسعاف موجودة داخل مدينة المعارض وعلى طريق المدينة، عم بتغطي كافة الحالات الإسعافية والطبية للزوار المعرض والرواد اللي على المعرض. وعندنا عيادة متنقلة عم بتقدم برنامج تلقيح، وعم برنامج لسوء التغذية للأطفال دون سن الخمس سنوات من خلال تقديم مواد داعمة من زبدة فستق وبسكويت. وعندنا جناح وزارة الصحة اللي عم بنحاول نعرف فيه الزوار المعرض بنشاطات وزارة الصحة المتنوعة، اللي بتكون من خلال تقديم بروشورات تعريفية لنشاطات وزارة الصحة بشكل كامل من خلال زيارتهم للجناح بجناح الجمهورية العربية السورية، جناح وزارة الصحة. فبيتعرفوا فيه على كافة النشاطات اللي بتقوم فيها وزارة الصحة. يعني الشيء المميز اللي شفناه انه ما بس كان الزوار هن من السوريين، كان في زوار يمكن اجانب وحتى مغتربين. في مجال وزارة الصحة كان في يمكن مثل بحث باتفاقيات وبحث بإمكانية تزويد وزارة الصحة بالمستلزمات والآليات. قد ايه هذا الشيء من خلال معرض دمشق هو اللي فتح هي الفرصة وهذا المجال؟ تمام. هلا احنا بالجناح كنا نقطة ارتباط بيننا وبين الإدارة المركزية كوزارة، فأي شخص عم بيزور جناح وزارة الصحة وعم بيحاول يستفسر بحيث انه اذا كان مستثمر او شخص حاب يتعالج داخل البلد او الوضع الصحي بالبلد او اي شيء متعلق بالصحة بسوريا، فعم بيحاول يستفسر عن طريق الجناح وزارة الصحة. فعم نحاول ندله على الباب الصح بوزارة الصحة ليكون الجواب كافي ووافي له بكل المجالات، من مستثمر او مريض او حدا حاب يعمل استشفاء داخل البلد. ذكرت عن النقاط الطبيه اللي موجوده ضمن المعرض دمشق الدولي. تمام. وكان لها دور لانه تم التصريح عن عدد كبير من الحالات الصحيه اللي تم اسعافها. خلينا نعرف قديش تقريبا، اذا عندك اي معلومه. تمام. عن العدد الحالات الصحيه اللي تم اسعافها الى المستشفيات داخل مدينه دمشق او استقبلتها العيادات الطبيه. تمام. هلا المركز الصحي اللي بمدينه المعارض استقبل حتى اليوم حوالي 400 حاله، تم نقل حالات اسعافيه من اغماء وحالات يعني كانت نتيجه الضغط والحراره المرتفعه بداخل المدينه والاجواء اللي عم نشوفها بهالايام، هاي الحر الشديد. فكانوا حوالي 400 حاله اللي زاروا 400 حاله اسعافيه زارت المركز الصحي بمدينه المعارض. تم إحالة حوالي 15 حالة عن طريق منظومة الإسعاف اللي موجودة عندنا داخل المدينة للمشافي بمدينة دمشق وريف دمشق. نحن في نقطة ارتباط هي بين المركز الصحي
ومشافي وزارة الصحة داخل مدينة دمشق. الحالات اللي بتستدعي متابعة فكان يتم يعني أعطائها العلاج الأولي داخل المركز الصحي ونقلها لاستكمال العلاج داخل المشافي حتى يكون الشخص الزائر لنا يعني بأتم الصحة وبأتم العافية من خلال زيارته للمعرض. نعم. كمان وزارة الصحة إلى أنشطة بعيدة يمكن عن المعرض، إلى أنشطة دائمة، إلى يمكن ورشات تعليمية دائما. خبرنا اليوم شو آخر نشاطات وزارة الصحة؟ هلأ وزارة الصحة دائما بتحاول أنه تعطي من خلال برامج عن طريق مديرية الرعاية الصحية الأولية وبعض المديريات المتخصصة ورشات عمل متنوعة بكافة الاختصاصات وبكافة المجالات لتكون مواكبة دائما لأي حالة أو لأي وضع صحي داخل البلد. فمن خلال هالورشات هاي نحن اليوم وعينا المجتمع بشكل كامل، والدليل أو المؤشر على ذلك أنه حتى اليوم احنا خلال فترة الحرب كاملة ما تم تثبيت أي وباء أو أي جائحة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا يعني إنجاز لوزارة الصحة الحمد لله أنه وصلنا وحسننا نقدم واجبنا لهالدرجة هاي. يعني مثل ما ذكرت فرح نشاطات عديدة عم تشتغلوا عليها. تمام. غير موضوع الورشات شو في أنشطة عم تكون فعالة لوزارة الصحة بالآونة الأخيرة، وخصوصا هلأ أكيد في نشاطات جديدة خصوصا مع افتتاح المدارس يعني؟ تمام. هلأ نحن برامج وزارة الصحة متنوعة، إذا بدي أعد لك إياها هلأ بدها أكثر من جلسة وبدنا بعض الأنشطة الأخيرة يلي رح تصير، وبدنا نستعين بأطباء من عنا من الوزارة إذا بتحبوا بيجوا بيعرفوكم بالنشاطات اللي عم يقوموا فيها واللي عمال تكون متنوعة بمستوى أفقي على مستوى الجمهورية العربية السورية بالمحافظات وبالمديريات الصحة المتنوعة، فعم بتعرف الناس بكافة المجالات. فنحن ممكن نقول لك مثلا في برامج ل متابعة أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي، في برامج متعلقة بالأم الحامل، في برامج متعلقة بسوء التغذية عند الأطفال. نعم. متابعة أوزان هون. هي النقطة اللي موجودة هون. تمام. بمعرض دمشق الدولي اللي قلت لنا عنها. تمام. متابعة هلأ الأطفال. النقطة العيادة المتنقلة قصدي. العيادة المتنقلة هلأ نحن عم بيقدموا فيها برنامجين، برنامج لقاح للأطفال دون الخمس سنوات المتسربين عن اللقاح، المتسربين أو اللقاح مفيد حتى لو كانوا مثلا سهيانين أو نسيانين. تمام. أنه تم أخذ اللقاح ممكن يأخذوا اللقاح بعد طبعا ما يعملوا تحري من أهل الطفل عن وضعه أنه آخر مرة إيمت أخذ وشو وضعه كامل، ممكن يعطوه هذا اللقاح داعم ما فيه ضرر إذا أخذوا مرة ثانية. وبرنامج سوء التغذية عم بيتم متابعة أوزان وأطوال الأطفال، فاللي بيلحظوا عنده في نقص ممكن يعطوه برنامج غذائي متمم لهالطفل. نعم. هذا من خلال الوجبات اللي عم تتقدم من زبدة فستق وبسكويت مدعم بالفيتامينات حتى يكون متابع للحالة بشكل مستمر مع مراكز وزارة الصحة المتخصصة بهالقصص هاي. كتير بنسام فعلا شيء مميز انه يكون دائما للأطفال حصة ونصيب ان كان من كل جناح بالمعرض وخاصة من وزارة الصحة. اليوم للأسف اذا بدنا نطلع يمكن بالعالم استاذ احمد يمكن كتير في مشاكل ان كان بسوء التغذية ان كان بالامراض السارية ان كان كتير مشاكل بتخص الأطفال. قد ايه مهم اليوم التوعية حتى بالمدارس ان كان للأطفال وان كان للجهات الإداري الكامل. طبعا نحن هلأ مستمرين كاستشاريين بوزارة الصحة وبتقديم النصائح وبمتابعة الحالات ومتابعة يعني المؤشرات داخل الجمهورية العربية السورية بشكل كامل اللي بتعطينا أنه إذا في حالات ممكن تستدعي المتابعة بشكل مستمر وبشكل مركز أم هي حالات ضمن الحدود الطبيعية. فوزارة الصحة دائما عم بتكون عاملة ميزان بين الحالتين، فلما بتستدعي تدخل الوزارة فعم تكون موجودة بكافة المجالات من بالتعاون مع وزارة التربية وبالتعاون مع بقية الجهات المتعلقة بهالاختصاص. بالخص يعني بالأخص بالنسبة لنا احنا موضوع الأطفال، لأنه الأطفال لما بيبنى جسمه بحالة صحية سليمة فأكيد راح يكون يعني هو عم بيوفر علينا بالمستقبل علاجات
وأمور تانية كتير. أكيد يعني اليوم مشاركة وزارة الصحة ضمن هالمعرض يلي عم يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمشاركات، قديش هو فرصة مهمة أيضا للتعريف بوضع الوضع الوزارات، الوضع كيف عم يكون المادي، التفاعل، العمل، الأنشطة بوضع وزارة الصحة. هلا نحن مهمتنا كوزارة الصحة، نحن وزارة خدمية عم نقدم العلاج حتى الاستشفاء بشكل مجاني كامل، ومشافينا بتقدم الخدمات الطبية كاملة، الجراحات كاملة بشكل مجاني، مشافي وزارة الصحة، بالإضافة للهيئات المستقلة عندنا المنتشرة بالمحافظات بتقدم الحالات يعني بتقدم العلاج الكفيل بأنه يكون المواطن السوري بأتم الصحة وما يعني ما يضطر انه مقارنه بالعلاج اللي عم بيتم برا. فنحن كثير كثير يعني بالهيئات المستقله عم بتكون الاجور رمزيه او شبه مجانيه، يعني ما فيك تقولي انه انت مثلا لما بدك تقارني بين مشافي وزاره الصحه كهيئات مستقله ماجوره وبين المشافي الخاصه، في فارق كبير، فارق كبير كثير، ومشافي وزاره الصحه معروفه. أستاذ أحمد يعني ما يعني جميع الأطباء في إجماع من قبلهم أنه للأسف بظل هذا الحصار كان في نقص يمكن بالأجهزة والمعدات الطبية تم الاستعادة عنا بوسائل بديلة. قد بتشوف هذا الشيء كمان هو تحدي حقيقي اليوم أنه نحن نعمل المعرض لوزارة الصحة؟ تمام. الطب بالعكس عم يتطور والورشات عم بتقوم بظل هذا الحصار اللي عم نعيشه. تمام. هلأ نحن عانينا بوزارة الصحة خلال فترة الأزمة بعقبات كثيرة، من أولها الحظر على سوريا توريد الأجهزة الطبية والعلاجات أو الأدوية أو اللقاحات بشكل كبير، وحاولت وزارة الصحة دائما عن طريق الدول الصديقة وبشكل مستمر أنه تكون بكامل جهوزيتها داخل المشافي وداخل المراكز الصحية من خلال تقديم العلاج بشكل مجاني، واستمرت بتقديمه بشكل مجاني حتى اليوم، وحاولنا نكون موجودين دائما بحيث انه ما نخلي المواطن السوري يضطر يروح للقطاع الخاص الا بالحالات اللي هو بيرتقيها يعني اختياري. اما الاختياري يعني اما وزاره الصحه دائما موجوده، ويعني ما بنقول انه تقصير، ولكن الوضع العام كان العالمي في حصر كثير، يعني حظر على المنتجات، يعني حتى التجهيزات الطبيه هي معفاه من الحظر، ولكن بنفس الشيء بنفس الوقت مارسوا هالتسلط بهالقصة هاي. نعم. ولكن وزارة الصحة حاولت عن طريق الدول الصديقة أملت كامل التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية وكانت موجودة خلال هالفترة هاي. يعني بدنا نشكركم، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله كل الناس بتضل بصحة وبسلامة. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك. شكرا مرة ثانية. شكرا لك. أهلا وسهلا. أكيد ميسان وصلنا لفقرتنا الأخيرة، كثير من الضيوف المميزين كانوا معنا اليوم، نتمنى أكيد أنه نكون قدمنا كل فائدة لجميع مشاهدي الأخبارية السورية، نتمنى أيضا لجميع السوريين يتوجهوا لمعرض دمشق الدولي يتعرفوا على الأجنحة وأبرز النشاطات الترفيهية كمان الموجودة اليوم. بدي أتمنى لك كمان ميسان بقية نهار ممتع. شكرا لك فرح. يعني مشاهدينا قد ما حكينا وقد ما حكينا عن مشاركات وعن فعاليات، فهو جزء كتير صغير من الفعاليات والأنشطة الموجودة ضمن معرض دمشق الدولي. بإمكانكم إنكم تجوا تشوفوا كيف عم تكون الأجواء، المساء أكيد غير شكل، وعم يكون في فعاليات ثقافية فنية مسرحية غنائية، وأيضا إضافة للفعاليات الاقتصادية. نتمنى لكم نهار كله طاقة وكله أيام سعادة. نلتقى معكم بحلقة جديدة بكرة، إلى اللقاء.